أصغر عني ب5 سنوات، خطيبي خطبني في حب لكن ما فيه التفاهم، يعني بما معنى يعني هو محتويها أكثر ما في حوار بينهم، وهذا شيء حلو بس ناقص، يعني لازم يبنى الحوار بعد شوي شوي، لازم أنت تعودينه. المهم في فترة الخطوبة حصلت معاهم قصص، فسخ الخطوبة، ردوا مرة ثانية، انخطبوا مرة ثانية لبعض، وهني قالها لو سمحتي تحذفين حسابك السوشيال ميديا، وهي طبعا ما وافقت فانفسخت الخطوبة للمرة الثانية. هل أنا غلطانة أو لا؟ أنا أشوف أن أنا معي يا جماعة، لما الرجال، هاي للنساء نصيحة لأن لاحظتها في كذا استشارة، لما الرجال يقول لك لا ولا تسوين وفعلا يعصب، هو في ذاك الوقت احتويه واسمعي الكلام ومشي وياه. الرجل يحب انه يشعر انه هو اخذ القرار، ما حد مسيطر عليه، ما حد متحكم فيه. انا اتكلم عن الرجل السوي الطبيعي، العلاقه السويه اللي ما فيها نرجسيه بهالدرجه، النرجسيه من المراه والرجل خلاص حفظناها. اعطيه على جوه، اعطيه على جوه الين ما يهدأ، الين ما يستأمن انك انت تبينه، تبين عياله، تبين رضاه، تبينه هو كله بكبره بكل شيء فيه. يهدأ، ترى السوشيال ميديا بيرجع، بس انت لازم يكون عندك ذكاء عاطفي زوجي في الحياة الزوجية. لو قال لك لا، حاضر، نقاش بسيط، قدرتي تقنعينه، حاضر، ما قدرتي خلاص بأمرك براحتك، حاضر. سبحان الله، والله تدور الأيام ويطلع كلامك صح، تطلبين من نفس الطلب يقولك، هو اللي يقولك حاضر. بس شوي شوي احنا ما عندنا صبر الحين. ورسالة للرجال بعد، انت ما يستوي انك انت في امور تمسكها كأنها شماعة وتتم تحر عليها وتغايض حرمتك فيها. الإنسان حتى لو غلط مو بدايما انتو دايما شي، انتي دايما شي، انتي ما في فايدة منك، انتي احتمال صح كلامك بس ما يستوي انت تتكلم بهاي الطريقة، ويمكن في ناس كثيرة مو بدايما شي، يعني تغلط، يعني الحرمة تسوي شيء ما يباع مثلا، انت دوم شي، انت تقول الاشياء الثانيه اللي انا اسويها، لا تعمم. فهي محتاجه الى ذكاء عاطفي منك وذكاء عاطفي منك، والدنيا تمشي.